وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. هي 5 في العدد و50 في الأجر، فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه، فرضت في ليلة أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لأمته. وهذه الصلوات المفروضة الخمس لابد أن أديها جماعة في المساجد، هذه واجبة على الرجال البالغين. نعم.